انا راجل ديمقراطي في البيت، يعني ديمقراطي جدا ومصاحب ولادي، يعني صحابي فعلا. علي واحمد تحديدا زملكاوية، لانه وهما صغيرين كانوا معايا في فترات المنتخب الناشئين ومنتخب الكبار، فكانوا دايما بييجوا معايا او بييجوا يحضروا التمرين، فصاحبوا جدا لعيبه الزمالك. كان بقى عمر جابر ومحمد ابراهيم يقول لهم تعالوا التمرين، يجوا التمرين يروحوا التمرين يشوفوا التمرين، فبقوا بيشجعوا الزمالك. طب المفروض اعمل ايه؟ اطردهم من البيت؟ ما ينفعش اطردهم من البيت، اخد موقف هبقى شكل وحش قوي انا الكبير يعني. فالامور سهله يعني بالنسبه لي. احمد اهدى شويه، علي هو اللي يحب يخش في التحدي، نخش في رهانات ودايما نعمل بوله على الماتشات على العشاء، نعشي البيت كله. بس طبعا هو لما هو بيخسر كتير قوي، انت عارف الاهلي بيكسب على طول، هو بيخسر كتير، فبرضه انا اللي بجيب العشاء. ناس كتير تقول حاول تغيرهم، لكن انا ما عنديش قناعه ان انا اغير حد بيشجع حاجه او بيحب نادي او بيحب. وبعدين في النهايه كره القدم معموله للتشجيع وانك تنبسط. احنا بنشتغل فيها وفيها معاناه بالنسبه لنا احيانا وفيها فرح بالنسبه لنا، لكن بالنسبه للي بيشجع عايز يفرح ان فرقته بتكسب. ما اقدرش اجبره على ده، ولو هجبره يعني انا هستفاد ايه؟ هزود مشجع للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي كبير، بالعكس ده هو اللي بيتعذب اكتر، لان النادي الاهلي بيكسب على طول فهو بيتعذب اكتر.